وللحديث أكثر عن آخر تطورات أحداث ثورة تشرين معنا هاتفيا من بغداد الناشطة المدنية نهد أحمد. مرحبا بك. إذن على الرغم من القمع الحكومي، التظاهرات متواصلة في بغداد والمحافظات، كيف ترين إصرار المتظاهرين على التظاهر والاعتصام في شهر الثورة الثالث؟ السؤال موجه لي. نعم سيدة ناهد، أنت على الهواء مباشرة، كيف ترين إصرار المتظاهرين على التظاهر والاعتصام حتى تحقيق المطالب في شهر الثورة الثالث؟ تفضلي. يكون بعلمكم أنه المتظاهرين باقين على سلميتهم وراح يصعدون هذه اتفقوا أنه يصعدون هذه السلمية على نطاق أوسع. يعني يبدو أنه أكو آراء حول الاعتصام امام السفارات بالمنطقه الخضراء، نرفع لافتات ونقف امامهم سلميين ونطالب من دول العالم بانصافنا والوقوف الى جانبنا تقديم كل الدعم للثوار العراقيين وادانه هذه الحكومه الظالمه المجرمه. هو هذا الاخير، هذا اخير تطور بالأحداث المتظاهرين. طيب، اللجنة المنظمة لثورة تشرين أطلقت دعوات للإضراب العام ولا سيما من الطلبة غدا الأحد، كيف ترين هذه الخطوة سيدة ناهد؟ طبعا هذه الخطوة جدا مهمة وإن شاء الله تتنفذ، أصلا إحنا متحمسين لتنفيذها بالجنوب، طبعا أخوتنا أهل الناصرية بالذات اللي طالبوا بهذا، او اخوتنا بالجنوب اللي طالبوا بهذا الاضراب العام، وهذا الاضراب ان شاء الله راح يشلها للدوله يشلها وباذن الله تعالى يكون سبب كبير بتفقيقها واسقاطها بالذات، لانه الاضراب العام معناته من يكون على مستوى الدوله بكاملها، هاي معناته راح الامم المتحده تتدخل وحتى اليونسكو، لان اليونسكو عندهم قرار انه من يتوقف التعليم الى مده محدده راح تطلب من الامم المتحده التدخل الفوري لانهاء الاضراب، والا يترتب عليه العام الدراسي يسقط ويلغي، وتعرف يعني هذه مسؤوليه دوليه، مسؤوليه عليهم على اليونسكو والامم المتحده. واحنا هذا اللي نريده، نريد نحمل دول العالم او المحصل العالمي دول العالم مسؤوليتنا، لانه بصراحه الدعم للعراق جدا ضعيف، دعم المتظاهرين جدا ضعيف، احنا نعاني من قله الدعم، فاحنا نريد نحطهم امام الامر الواقع. هل هناك خطوات قررتم يعني ان تتخذونها مستقبلا؟ ما الخطوات المقبله للمتظاهرين وناشطي هذه الثوره مع استمرار الحكومه بالقمع؟ احنا مصرين على موقفنا، يعني مثل ما قلت لك راح نوسع التظاهر السني وراح نسوي اضراب عام، نشل حركة الدولة ونخسرها، وطبعا تعرف الدولة بكل هم كل مناقصات سلب فلوس، هاي تصدير النفط وسير امور سير الامور في الدوائر، هاي كل تجيب لهم فلوس مال لهم، فاحنا هذا راح ينقطع عليهم، وهاي كذا هاي تداعيات عليهم، تداعيات سلبية واضافة الى موقف اليونسكو والامم المتحده من هذا الاضراب، من ايقاف التعليم وهو هذا فاحنا نتمنى ننجح وان شاء الله ننجح ان شاء الله. شكرا جزيلا لك الناشطه المدنيه من بغداد ناهد احمد.